سو هون عندنا وحده من احلى الالعاب وهي اسمها موك 6 ريسر. شو بتعمل هاللعبه؟ اكيد مثل ما شايفه لعبه سيارات. سو بقلب هالميشنز اللي عم تعمليها بتتلاقي بالشرير، بصير تلحقوا بعض بالمدينه وبصير في عندك اوبستكلز معينه بدك تخلصيها عبال ما تقدري تلحقيه على الهوم تبعه. هاي ما بتقدر تلعبي بشكل جماعي صح؟ لا اكيد فيها ست بيلعبوا مع بعض. يس ديفينتلي. فرجيكي بعد؟ يلا تفضل. سو هون عندك شيء اسمه اي سبورتس اكاديمي وهو مكون من عده الاكتيفيتيز خاصه بالايكو سيستم تبع الجيمنج. سو اذا شي مره واحد عمل بوت كامب بالامارات مثل فيس كلان ولا نينجاز ان بيجاماز وحبوا يعملوا بوت كامب عنا، عندهم البرايفت شاترز، كل الكمبيوترات برو كمبيوترز برو سكرينز برو تشيرز وفيهم يتمرنوا هون. هون عندنا صفوف فور اماتشر اند انترميديت، حتى لو حبيتي مثلا تتعلمي تكوني كاستر كومنتيتر كمان بنعطي كورسات فيها. انتوا اكاديميه يعني بتعطوا حتى دروس؟ ايه اكيد في الجيمنج. إيه. ما فيك تركزي على شيء معين، بدك تركزي على كل شيء. حتى وي جونا انتروديوس 3 دي كودينج، سو حيلا شيء بدك تتعلميه بالجيمنج ايكو سيستم حنعلمه هون، حتى موبايل جيمنج